هذه كانت من احلى غطساتي اللي غطست فيها مع القرش الحريري او السلكي شارك. طبعا اسمه القرش الحريري لانه جلده مره ناعم. هذا من افضل انواع القروش عندي، شكله كذا مرتب وكمان كذا شوي تحسه محترم، يتغذى على اللحوم زيه زي اي قرش ثاني. للاسف هذا الكائن الحلو صار قريب انه يكون مهدد بالانقراض. لا تنسوا اللايك والفولو.